الغرب كان يمنع يعني عند الوصول في ايطاليا واليونان دول الوصول، يعني ويحطوا ايدهم في معسكرات، وثم هناك ازمات قانونيه ومشكلات وتوظيف من جانب اليمين. بدات الرؤيه المصريه فكره معالجه هذه الظاهره من المنبع، من الجذور، من خلال ماذا كيف يتحقق؟ من خلال تحقيق التنميه، الربط بين الازمات وبين المشكلات، بمعنى ان كما سارت مصر في مسار مواجهه الارهاب والتحديات، والمسار الاخر التنميه وتحقيق طفره تنمويه واصلاح اقتصادي والمشروعات القوميه. هذه التجربه الان هي تريد ان تنقل او يعني تكون موجوده في الدول الافريقيه. الدول الافريقيه لها ازمات، لها تحديات، لها مشكلات، صراعات، حروب اهليه، مجموعات الجهاديه تنتشر في دول الساحل والصحراء، تنظيمات الارهابيه تتكاثر يوميا، وهناك حروب اهليه طاحنه، هناك يعني فقر، هناك هجره غير مشروعه، بمعنى البلاد الافريقيه تطرد او هذه الشباب عبر مراكب الموت اتجاه اوروبا. كيف يمكن وقف هذه الظاهره؟ من خلال المنبع، من خلال تحقيق التنميه، تحقيق مواجهه الازمات. ولذلك هنا المخرجات لهذه القمه الافريقيه في بروكسل كانت بالنسبه لدعم القضيه الافريقيه، اللي هي ان مصر هنا تعتبر ان القضيه الافريقيه وهموم افريقيا ومشكلات افريقيا وازمات افريقيا في قلب اجنده السياسه الخارجيه المصريه، من خلال مقاربه مصريه واضحه ومعروف. فكره اولا حشد الدعم الدولي لمساعدة الدول الأفريقية، بمعنى آخر تغيير المعادلات القديمة، فكرة أن أفريقيا مجرد سوق لتصريف السلع الدول الغنية، مجرد مصدر للموارد الخام، أنها يعني تنظر لها نظرة يعني مريبة، أنها مصدر المشكلات والصراعات والإرهاب والهجرة، إلى تحويلها لمنطقة واعدة، إلى علاقات ندية بين أفريقيا وبين هذه الدول، خاصة أن هناك تنافس دولي كبير الآن في العقد الأخير على أوروبا، التنافس الصيني، الهندي، الروسي، الأوروبي، الأمريكي. ولذلك أوروبا تحاول أن توجد لها موطئ قدم في هذا النفوذ، في هذه الكعكة الكبيرة المهمة، لأن أفريقيا هي الوعيدة اقتصاديا في معادلات التنمية. وبالتالي هنا الدور المصري والمكرمة المصرية تحويل المعادلة الجديدة من خلال تمكين الدول الأفريقية في تحقيق التنمية. يعني أفريقيا لديها موارد طبيعية هائلة، ناتج محلي 2.2 تريليون، عدد سكان 1.2 مليار نسمة، بها موارد معدنية ويعني هائلة، وكان لا يتم توظيفها بسبب الحروب والإرهاب، تستنزف كل هذه الموارد، هي تعرقل التنمية. وبالتالي هنا الفكرة هي كيف يمكن للدول الأوروبية أن تترجم دعمها لأفريقيا، ليس مجرد مساعدات إنسانية أو غيرها أو تعهدات كلها كانت رمزية في السابق، إلى خطوات عملية على أرض الواقع من خلال التمكين في التنمية.